نامي بكره بقى. أنا كنت مسافر في الصحراء ومشواري الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. عفريت عفريت. بابا أنا مش عفريت، أنا لهفة. لهفة؟ ويا بنت اللي عمل فيكي عفريت، تركبتي بعفريت ولا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عاملة دور زومبي. زومبي؟ ما شاء الله، برافو مع محمد سعد، هايل. لا يا بابا أنا عاملة دور زومبي مش الليمبي. كويس كويس، هو يعمل ليمبي يدخل على الزومبي، من الزومبي على الليمبي. بابا أنا مش قادرة أشرح لحضرتك أكتر من كده، عن إذنك حبيبي. صباح الفل. صباح النور حبيبتي، ما شاء الله ما شاء الله، متقمصة الشخصية قبل ما تخرج تأديها. دي قلت أستاذ محمد رمضان؟ أيوه. طب ممكن تندهولي لو سمحت؟ لا الأستاذ مشغول، ما ينفعش يقابل أي حد دلوقتي. طيب خلاص أوكي، أنا هستنى. اتفضل. إيه طب ممكن من فضلك تصورني مع الأوضة؟ سوري. خلاص أوكي هاخد سيلفي. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم يا نجم. حضرت الشنط في العربية؟ أهلا وسهلا. إزيك؟ الحمد لله. أنا لهفة، أنت مش فاكرني ولا إيه؟ كنت واخد بالي، أنت بتاعت اليوم السابع باين؟ لا أنا كنت لسه بمثل معاك دلوقتي، كنت عاملة زومبي وشلت الميك أب. لا والله. طب أنا أعرفكوا إزاي لهفة؟ ما كلكم كنتوا شبه بعض. لا إزاي، أنت لازم تفتكرني، أنا اللي وقفت قعدت أشرح لك يعني إيه زومبي، وقعدت أقول لك أيوة عايش أيوة ومش عايش. أيوه أيوه افتكرت. افتكرتني؟ على فكرة أنا من أشد المعجبين بيك، أنا حافظة كل أعمالك وكل حاجتك، متابعاك من زمان جدا جدا. الله يخليك. وأنا على فكرة من عيلة فنية، بابا كمان ممثل. لا والله. يعني أنا موهوبة أبا عن جد. بالوراثة يعني. بجد بالوراثة فعلا. ربنا يوفقك. حقيقي يعني هيبقى كرم من عند ربنا لو رشحتني في أي حاجة عمل ليك مثلا، أو حاجة أمثل جنبك. أنت إضافة لأي فيلم. متشكرة جدا. ربنا يخليك والله بجد. أنا سمعت إن أنت داخل فيلم جديد وبتدور على بطلة، مظبوط؟ بالظبط. بدور عليها فين؟ يعني بتدور على بطله تشاركك البطوله يعني. بالظبط. من فضلك بجد لو سمحت، لو سمحت ترشحني، مش هتندم، مش هغزلك ابدا. انا ممكن امثل معاك كوميدي تراجيدي اكشن اي حاجه. انا هرشحك في الفيلم الجاي بس اصلت بس عشان تبقى فاهم، انا ممكن انا برشحك بس المخرج هو اللي بيختار في الاخر، ما ينفعش افرضك في الموضوع. لا على فكره انت اكبر من كده بكتير، انت خلاص عديت، انت تقول للمخرج انا عايز لهفة الفيلم الجاي، انا عايز هند صبري الفيلم الجاي، انت اللي تحدد انت عايز مين. هقول له انا عايز هند صبري الفيلم الجاي. حسن والله العظيم. انت في الكوميدي عايز اسمي لهفة. دهشه لهفة. لهفة عشت الاسامي لهفة. متشكره جدا. ان شاء الله. حقيقي انت بجد ابن حلال. الله انت والله العظيم بجد. عايز اقول لك ان الناس كلها فاكره ان المسلسل اسمه حبيشة مش ابن حلال، من كتر الجمال الكاركتر اللي انت عملته. الله يخليك الله يخليك. متشكرة قوي قوي. هترشحني؟ ها طيب لحظة. باي باي يا محمد. الله انت باي باي. يلا تعالى بس تعالى اتفضل. شوف قاعدة ملوكي، قاعدك قاعدة برنسيت. دي الكراسي دي كراسي بلاستيك جميلة، تقعد براحتك محدش يقدر يكلمك. اتفضل. والله اتفضل، ممكن تقعد هنا ممكن تقعد هنا براحتك. ايه القعدة دي اساسا؟ وانت ازاي يعني كده قفلت الممر كده يعني؟ طب انا لو حبيت بقى دلوقتي اقوم اجيب بيبسي ولا اكل فشار يعني او اخش الحمام، اعدي انا ازاي يعني؟ يا عم ما تقوم يا عم، استاذن من الباشا والباشا يعديك عادي. شفت نفسي عليك ازاي عشان قعدت على كرسي بلاستيك؟ ممكن تقعد هنا لان يا عم كرسي بلاستيك ايه يا عم؟ وانا دافع فلوس عشان ادخل سينما ولا اكل على عربيه فول؟ ايه القعده الزفت دي؟ اظن انا قلت لحضرتك تخش الفيلم التاني وانت اللي ما رضيتش. فيلم تاني ايه؟ انت ناقص تجيب لي مصاصه، خش فيلم كرتون في السن ده وبعدين انت هتفرجني على مزاجك؟ فيلم كرتون بس فيه فكر يا جدعان. يا جدعان خلصونا بقى، خلصونا، شغل الفيلم يا ابني. تيجي يا جدعان؟ ما هو مش معقول قله المزاج دي. مالكم في يا مصريين؟ جرالكوا ايه؟ ما بقاش في حد طايق التاني ليه؟ ده جزات ان انا بعمل كل ده عشان ارضي المدير. مدير عشان ارضيكوا؟ في يا جماعه اقعدوا كده حبوا بعض. تعال معايا تعال معايا بس انا هظبطك دلوقتي. المهم بس نزل ايدك بس كده. ماشي ماشي اتفضل، هات لي فلوس. تعالى كل فشار. طيب في يا عم اوعى بس يا عم. يا عم تعالى بس، في ايه اللي انت بتعمله ده؟ غلطت ان انا دخلتك بتسخن الناس عليا؟ يا عم انت ما قلتليش انك هتقعدني القعده الرمه دي. انت داخل تتفرج ولا داخل تنام؟ مال الكرسي البلاستيك؟ مش بتقعد بيه على البحر الكرسي البلاستيك؟ دلوقتي بقى كوخه الكرسي البلاستيك. بقول لك ايه، مش ناقصه اشتغال، اديني فلوس احسن اعمل لك محضر. محضر ليه؟ ليه تعمل لي محضر؟ انت ليه بتكبر الموضوع كده؟ اهدى اهدى، انا هعمل معاك صفقه. بقول لك ايه يا عم الحاج، بلا صفقه بلا غيره، تذكرتك اللي انت فاكرها فيزا امريكا اهي، واديني فلوسي. يا عم اسمعني بس، اهدى اهدى دلوقتي. مش انا كنت متفق معاك ان انا ادخلك وادفعك نص التذكره؟ فاكر فاكر لما قلت لك كده؟ فاكر. انا بقى مش هاخد منك فلوس خالص، بس عايز منك خدمه. خدمه؟ ايه الخدمه؟ هقول لك. والله القعده هنا 100 100،
قاعد في نص الشاشه كده وحس ان مالك ايه ده. اه لا الكرسي البلاستيك ده كمان مفيد، انا ما كنتش عارف ان هو مفيد للضهر كده. ولا شوف البطايه دي جامده، نتيجه حلوه نوصلك كده. لو سمحت من فضلك امشي من هنا. الرجلين الحلوه دي ما ينفعش تمشي على الارض لوحديها برضه. عيب كده لو سمحت. هو ايه اللي عيب؟ العيب نزل الجدول. تعالي بس نوديك السينما نفرجك على فيلم اكشن رعب. ما يصحش الاسلوب ده، انا ممكن اصوت والم الناس دلوقتي. هو فين الناس دي؟ ما تيجي بس، دي سبوبه. ولا في عربيه جايه علينا، اجري بسرعه. دي اللي هيربيك. اقسم بالله لا جابكوا يا بتوع بواتات، عارفكوا انا. يا نهار اسود، حتى الموتوسيكلات الصيني دخلت استوديو مصر. يا ولاد الكلب، بيقول لك ان انا اللي عامل كده في الناس، اللي ماشيك في مكان زي ده لوحدك. معلش انا اسف يا استاذ، انا خلصت الاوردر فمروح عادي يعني. لا المره الجايه تجيبي حد من اخواتك. صح عند حضرتك حق، بس اصل اخواتي مش فاضيين، وبابا النهارده عنده اوردر مع استاذ عادل امام. ساكنه فين؟ لو مش هضايقك يعني وصلني بس على اول الدائري. تركبها ستة وصلك لحد البيت كمان. البيت؟ انا ما غلطتش لما قلت ان انت اجدع فنان في مصر. متشكره قوي بجد، مش عارفه اقول لك ايه. استاذه لهفه، انت عارفه ان احنا دلوقتي بنلف بقالنا 4 ساعات. خلاص يا استاذ محمد، احنا تقريبا وصلنا يعني، كمل على طول كده هتبقى الحاره على اليمين. تعرف يا استاذ البيت اللي انا معدي عليه ده معدي عليه 18 مره. معلش يا استاذ انا فاكره، انا بلف من العصر يا فندم. دي بتبقى بيوت شبه بعض يعني، ان كل في مناطق في مصر كتير بتبقى مبنيه يعني زي المعادي مثلا. انا مفيش منطقه شعبيه ما دخلتهاش، المنطقه دي عمري ما شفتها في الخريطه في العالم. معلش معلش خلاص، احنا انا عارفه انا بقول لك ايه، ولا احنا تقريبا قدام خلاص. ايه يا حاره البلبوص دي؟ ايه المناطق دي يا فندم؟ مش عارفه انت خطفاني ولا ايه يا لهفه؟ ظاهر تهنا ولا ايه؟ تهنا مين؟ انت متاكد انت بتيجي هنا كل يوم؟ ايوه ايوه يا استاذ محمد، كمل بس على طول كمل بس. طب احلفي بالله ان انت بتيجي هنا كل يوم. من غير ما احلف يا استاذ محمد، انا اطفال بقى احلفي والجو ده. اتفضل بقى كمل على طول كده. تعرف يا استاذ محمد، ثانيه واحده بس ارد على مراتي. اوكي اتفضل. مش عايز اسمعك. ايه مدام؟ طب ممكن اكلم؟ خلاص سوري سوري. الو، ايه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. اديني سلم عليها. والله انا مفيش مشكله. في ايه؟ هو انت بتعمل حاجه غلط يا الو محمد؟ ايه؟ لا يا حبيبتي، ممثله زميلتي في الفيلم، والله كان عربيتها عطلت بس في بعض. بس حبيبه قلبي، ازيك يا قمر؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ انا لهفه بطله فيلم محمد الجديد. دي بتجي لنا بقى التصوير ان شاء الله، هستنيكي في اللوكيشن يا عسول. اوكي حبيبه قلبي. اوكي اتفضلي ماما معاكي. معرفش تكلمني بطريقه يعني مش يا حبيبي. ركزي يا حبيبي، ركزي في الكلام، ركزي. بقول لك زميلتي اقسم بالله العظيم بوصلها في كومباوند هنا في الشيخ زايد جنبنا على طول وجاي. كومباوند حلو قوي، عايزين نبقى ناخد فيه اي اوضتين ولا حاجه. طيب يا حبيبي باي. هي مفاجأة لحظة. والله تعبت فرحت. طلبات البهوات أمورني يا باشا. والنبي يا شبح، حارة فرغالي فين؟ إيه ده؟ حارة إيه؟ فرغالي فين؟ عبد موتة منور يا فنان. الله يخليك يا شبح. انزل يا فنان نتصور. يلا يا فنان. نعم الوكيل فيك. منورنا، اتفضل يا فنان اتفضل. الحارة نورت. شاهل بس ونبى فنان عشان مستعجل. ماشي يا شبح، طلع التليفون. لا هنتصور بتليفونك. تليفون مين؟ عادي يا فنان هنتصور بتليفونك. انت رافع ايه يا ابني على الصبح؟ رافع ايه يا فنان؟ هتصورك بتليفوني تاخد الصورة ازاي؟ هو انا ما قلتلكش؟ ما احنا هنقلبك بعد ما نتصور يا فنان، الشغل شغل. تقلب مين يا حبيبي؟ هقلبك انت يا فنان، ده احنا اتعلمنا الغز منك. طب وده رد الجميل؟ يعني انا اعلمك الغز اول ما تشطح تنطح تثبتني انا؟ اكل العيش يا فنان. اكل عيش ايه؟ معلش يا فنان اتصور بس عشان مستعجل. وانا مش هتصور. هتتصور يا فنان. هصورك وابقى ابعتها لك واتساب. هتتصور يا فنان وهاخد الموبايل. خلاص يا استاذ محمد اتصور. انت متفقه معاهم ولا ايه؟ طب عرفيني. والله العظيم ما اعرفهم، ما انت شفتني ولا كلمت حد، ولا انت اللي كنت سايق اصلا. يلا خساره فيك التليفون. يلا بينا. يلا
استأذنك بس بعد الصورة هاخد الصور والأرقام الخاصة من على التليفون. هو طلب سخيف بس ماشي. سخيف؟ آه. انت قليل الذوق يا. مش مهم بس نتصور. يلا. فلاش والنبي. نزل دي بس. نزل. ليه ليه؟ معلش. ماشي. جميلة. ربنا يخليك يا ربنا، دي هتولع الدنيا دي على الفيسبوك والله. الله يخليك. حارة فرغالي فينا؟ لا حارة ايه ده، احنا لسه عملنا حاجة، لسه هنتصور فيديو. فيديو ايه؟ يبان ان احنا اصحاب بس. مش هينفع فيديو خالص. ليه؟ انت يرضيك تضرني؟ لا ده مش هيضرك. يرضيك تضرني مستقبلا؟ والله ما هيضرك، هيقولك شوف التواضع متصور مع واحد متسول. صدق فكرة حلوة. انت في ناس كتير تعرفك هنا؟ انا اشهر واحد هنا. احلف بالله. انا زيك كده في الوسط. الفيديو ده هيفيدني قوي. يلا بينا. نبان صحاب ماشي؟ ما نتكلم ان احنا اصحاب مع بعض. اه اصحاب قوي يعني. يلا. اكشن. عامل ايه يا صاحبي؟ تمام يا شبح، انت ايه الاخبار؟ تمام يا انتيمي. والله قلتني حلو قوي في عبده موتة. انا عمري ما انسلك الجميل ده يا صاحبي. الراجل ده خدت منه كل حاجه في عبده موتة. اخر جمله انت اديتني كانت ايه؟ اللي هي بتاعت الخنافس دي. كلمه لكل الخنافس قال من منافس. ايوه هو اداني الجمله وخد الايفون 6 ده. فدايا فدايا يا صاحبي. ما يغلى عليك حاجه يا عم. اصيل يا صاحبي تسلم. عبده موتة ده خلاني اخد ملايين بجد والله. اقسم بالله انا عارف يا عم الناس بتحسد وبتاع. يا صاحبك في حته ثانيه خالص دلوقتي. صحيح موضوع ال 20 مليون ده؟ لا احنا كده هنقر. لا لا ما فيش، انا بدردش بس بناقش مواضيع الناس. ماشي. طب والايفون ده غالي قوي، خلي بالك بجد والله. يعني عشان لما تبيعه ما تخسرش فيه. لا هيغلى على صاحبك. ولما تبيعه بقى هتقول انا اشتري منك. لا ما تقلقش، اوديه التوكيل، انا حاجتي كلها في التوكيل. لا والله العظيم. اه والله بجد وحياتك. اه والله انت مش فاكر لما كنت زمان اجيب لك؟ انت بتصور كل ده ليه؟ اقسم بالله الواد ده معاك. والله العظيم ما اعرفه، والله العظيم ما اعرفه يا استاذ محمد. حارت لا بس انا اعرفها يا عم. دي كومبارس ولا حد، انت تعرفها منين؟ لا دي نجمه مشهوره. إيمي سمير غانم. يا عم انت احول ولا ايه؟ لا إيمي دي زميله. انا لهفة الحلواني، نجمه فيلم استاذ محمد رمضان الجديد. طب يا نجمه ده ابوس ايدك، عايز اروح. هي إيمي وبتقول كده عشان ما تتصورش معايا. انا عارف والله حضرتك قلب الاسد وهي رجل الغراب. انا نفسي اعمل حاجه كده واسميها كبده الفراخ. ان شاء الله تعمل زلمكه الفرخه نفسها. ربنا يخليك يا فنان. انا عايز اروح، قول لها حارة فرغالي فين ووصلها. عايزين حارة فرغالي. اه يا عم. طب استاذنك الموبايل الاول، هعمل تليفون بس وديه لحضرتك على طول. ماشي انا مستأمنك. بص حارة فرغالي دي هتروحها مشي، لازم يلا تنزل تتمشى. لا حضرتك هتروح معاها. لا انا هسيبك انت معاها توصلها. ماشي وانا هروح. ماشي بس انا اسبقكم بالعربيه وانت تتمشى. عربيه مين يا عم انت مجنون؟ اسبقك بالعربيه يا فنان. سلام عليكم. سلام عليكم ايه يا فنان؟ هسبقك بالعربيه يا ابني. ومش كل من مسك سلاح سفاح يا. لا 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 اسمع مني، انا سفاح. سفاح على مين يا؟ ده مش لعبة زي اللي في الأفلام يا فنان. مفيش عربيات. اللي هيعدي الخطف ده هيموت يا فنان. قلتها قبلك يا روح أمك. علي الطلاق انت ابن حلال. في رعاية الله، في رعاية الله.